مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. بعد التصريحات الكاذبة لممثل دائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع بخصوص قضية الصحراء المغربية، تلقى النظام الجزائري رد قوي ومزلزل من دول الخليج، وذلك بعدما جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان أمام الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بنيويورك تأكيد مواقفها الداعمة لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا البيان الذي تلاه ممثل دولة قطر نيابة عن مجموعة الدول الأعضاء التي تضم إلى جانب بلاده كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدة وسلامة أراضيها. وفي هذا الصدد رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية، كما أعربت دول المجلس عن دعمها لكافة الجهود التي يبذلها المغرب والمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي، مذكرة بأهمية تحلي كافة الأطراف بالحكمة والحوار وتعزيز روح التوافق. وأكدت أن تسوية هذا النزاع ستساهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.